أنا غطيت حروب، وغطيت لما داعش دخل الموصل، غطيت لما بنفس العلم اللي شفته في نيراز علم داعش باسم هذا العلم قتلوا العالم، وشفت الدماء غير الفيديو اللي نفس هذا العلم كانوا يحملوه لما دخلوا للموصل وقتلوا وشردوا آلاف المسيحيين في العراق. هذولا جماعة إرهابية مؤتمرة من إيران وقطر، فكفانا ضحك على الدقون. إذا أنت تريد توفر معيشة وتوفر حياة كريمة للفلسطيني، عليك أن تقف ضد كل إرهاب إسلامي من حماس إلى الجهاد إلى الميليشيات في العراق وفي حزب الله في لبنان. مشاهد شفتها يعني ما اللي سوتها القاعدة واللي سوتها داعش مجتمعين، هذه من المشاهد اللي شفتها. وماكو إنسان، ماكو إنسان عنده ضمير وعنده قلب لا يشعر بما شعر به هذا الطفل، بما شعرت به هذه الأم. كانوا يتصيدون الإنسان، أم ابنة طفل، من غرفة لغرفة، والآثار موجودة.